وعودة مرة أخرى إلى الملف الفلسطيني، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف وزير العدل الفلسطيني السيد محمد الشللدة. يعني بداية وبعد التحية، كشف مؤتمر القاهرة للسلام اعتلال المعايير الدولية لرؤية المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية في ضوء الأحداث الأخيرة. كيف ترى الجهود المصرية لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة؟ يعني أولا الجهود المصرية ثابتة على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهذا واضح جدا من خلال مؤتمر قمة السلام في القاهرة التي عقدت، ومن خلال كلمات الرؤساء وبشكل خاص كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد على الموقف الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني على رأسه حقه في تقرير المصير، ورفضه لكافة أشكال التهجير القسري من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وحل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وبالتالي نحن كشعب فلسطيني هذا ليس غريبا، نحن نثمن ونقدر عاليا التضحيات المصرية اتجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهذا شاهد منذ تاريخيا منذ عام 48 ومشاركة الجيش المصري ومجزرة جنين شاهدة على التضحيات المصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة. هذا جانب. الجانب الثاني هو يعني الجهود المصرية من خلال القمة في وقف الحرب العدوانية الهمجية التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وهذا من خلال الدبلوماسية المصرية التي تؤكد عليها باستمرار بالتنسيق مع كافة دول العالم. وثالثا يعني هناك مجال هام جدا لأنه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني الأمرين من خلال قطع الكهرباء والمياه وعدم وصول المعونات الغذائية والأدوية، وكان الجهد المصري في خلال هذه الأيام جهدا مميزا بتسهيل مرور هذه الشحنات ووصولها إلى السكان المدنيين. هذه المواقف كلها مقدرة لنا كشعب فلسطيني، كل احترام وتقدير للدبلوماسية وللجهود المصرية على دعم الشعب الفلسطيني، وهذا ليس غريبا، وإن شاء الله نأمل أن نحصل على حقوقنا وإقامة دولتنا المستقلة بدعم كافة الإخوة وعلى رأسهم مصر إن شاء الله. إذن كيف ترى إمكانية الوصول لنقاط اتفاق بين الرؤى المختلفة بشأن الوضع في غزة؟ يعني اولا اول قضيه هي يعني وقف الحرب العدوانيه التي تقودها السلطه القائمه بالاحتلال، وقف هذا النزيف الدموي في قطاع غزه، بمعنى هناك جرائم حرب وجرائم اباده جماعيه وجرائم ضد الانسانيه. هناك عدم تمييز ما بين المدنيين والعسكريين، هناك قصف للمستشفيات للمنشات المدنيه، هناك قتل متعمد للسكان المدنيين وبشكل خاص للاطفال والنساء. ماذا تبقى إذن؟ وبالتالي عندما نقول وقف هذه الحرب، نعم يعني هناك فشلت الجهود الدولية لإنجاح مشروع القرار البرازيلي أو مشروع القرار الروسي، وحاليا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تطرح قضية حق الدفاع الشرعي. أي حق دفاع شرعي للسلطة القائمة بالاحتلال؟ هذا مخالف للقانون الدولي. حق الدفاع الشرعي نعم هو حق طبيعي للدول إذا كان هناك هجوما مسلحا أو عدوانا مسلحا من قبل دولة كاملة في السيادة. هذه حركات مقاومة وبالتالي لا ينطبق علينا، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 2004 بخصوص بناء الجدار من قبل إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال. وقدرات محكمة العدل الدولية لم يأخذوا بالسند القانوني الإسرائيلي. وبالتالي يعني قضية التضرع بنص المادة 51 تحت بند حق الدفاع الشرعي، هذا لا ينطبق بالأساس على السلطة القائمة بالاحتلال. وهذا وموقف الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم يعطي الضوء الأخضر ويعطي ترخيصا للسلطة القائمة بالاحتلال بارتكابها جرائم بحق الشعب الفلسطيني. وبالتالي الحل هو أن أدعى واحد بوقف العدوان بهذا بموجب قرار صادر من مجلس الأمن. ثانيا إتاحة الفرصة والسماح بمرور الأغذية والأدوية
والسماح بالوقود والكهرباء والمياه. وزير العدل الفلسطيني السيد محمد الشلالدة، شكرا جزيلا لك.